تنضم معنا هاتفيا مديرة قسم التصميم العمراني في هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندسة سارة المطلق. أهلا بك مهندسة سارة، مساء الخير. خلينا نتحدث في البداية عن فكرة مبادرة الحفاظ على الأحياء التاريخية، وأيضا على ماذا تقوم تحديدا هذه الفكرة؟ أولا نرحب فيكم أخوي أحمد ونرحب بجميع مشاهديكم الكرام. أهلا بك. فكرة مبادرة الحفاظ على الأحياء التاريخية التراثية تحديدا قائمة على أن التهديدات اللي تواجهها المواقع التراثية تتطلب سرعة استجابة لإنقاذ القليل المتبقي اللي ما يتجاوز 20% من النسيج العمراني القديم للأحياء التراثية، هذا في أفضل الأحوال. لهذا السبب الخطة الموضوعة ما تنظر لمشروع تطويري طويل المدى وبس، بل هو برنامج متكامل حقيقة وكبير جدا، وإحنا حاليا في بدايته وفيه المبادرات الطويلة وقصيرة المدى كذلك. البرنامج هذا يشمل تنظيف الأحياء التاريخية وتدعيم مباني العيلة والسقوط وحماية المواقع من التعديات ووضع خطة لإشراك الملاك وأيضا إشراك القطاع الخاص، بالإضافة لوضع العديد من الآليات اللي لها علاقة بالهدم والترميم وتطوير المواقع ضمن أسس محددة بالتعاون مع شركائنا في الأمانات وهيئة التراث كذلك، انتهاء بإطلاق المشاريع الاستراتيجية لتطوير الأحياء التراثية واللي بطبيعة الحال بيكون مداها أطول، لكن نبي من بكرة نستعيد ذكرياتنا بالأماكن الجميلة ونمشي بالأحياء القديمة ونرجع الصلة اللي فقدناها بيننا وبينها، والله يقدرنا على القيام بذلك بشكل نطمح فيه جميعا. مهندسة، فيما يتعلق بالأحياء التراثية، ما هي أبرز هذه الأحياء التراثية التي تسعون للحفاظ عليها وأيضا كيف تم اختيارها؟ حرصنا الحقيقة في تطوير المنطقة الشرقية على أن يضم في البرنامج كل ما يمكن الحفاظ عليه من أحياء تاريخية تراثية، سواء نسيجها العمراني المميز والمتماسك والمتبقي بنسبة جيدة أو لنمطها العمراني وتفاصيلها المعمارية البارزة، وهذا ضمن قائمة أولويات مدروسة وكانت 11 موقع تقريبا، لكل منها ميزة متفردة، منها موقعين في الحسا وثلاث مواقع في القطيف، موقعين في الجبيل وموقعين في قرية العليا وموقع في نعيرية والأخير هو في الدمام، وذلك بهدف تعظيم الفائدة منها كوجهة سياحية ومورد اقتصادي وجزء من مهم من مستهدفات رفع مستوى جودة الحياة لأهالي هذه المناطق وسكانها. أما عن كيفية اختيارها فقد كانت البداية الحقيقة عام 2019 تم بالتعاون مع هيئة التراث تحديد المواقع المسجلة في قائمة التراث الوطني مع وضع تقييم علمي دقيق جدا لكل موقع، وهذا بدعم من رئيس هيئة التراث دكتور جاسر الحربش، حقيقة كان داعم بشدة، والزملاء في فرع هيئة التراث بالشرقية والأحساء كذلك مشكورين. ثم من خلال عدة زيارات قامت بها هيئة التطوير تم رصد المباني وتصويرها وتصوير طرازها المعماري والعناصر المعمارية والزخارف، وتم جمع مكتبة إلكترونية مهمة وضخمة جدا. أيضا تم تحديد النسيج العمراني المتبقي بعدة أدوات من أهمها التصوير الجوي باحتفيات دقيقة، وجاري حاليا تحويلها لمكتبة رقمية نادرة من نوعها ضمن عمل الهيئة على تكوين قواعد البيانات في المنطقة الشرقية. جميل. مهندسة سارة، يعني من يطلع على التغريدات وكذلك يستمع لحديثكم يجد أن العمل مصب على وسط الهفوف في الأحساء تحديدا، هذا صحيح أنه عمل الهيئة كامل مصب على هذه المواقع التراثية في الهفوف في الأحساء فقط؟ ما في شك أن الأحساء لها قيمتها الهامة جدا وفيها من السمات الجمالية اللي تأهل لتعظيم الفائدة منها سياحيا واقتصاديا، حتى أن يعني الكثير من الرحالة يعني ذكروها مثل فيدال وفيليبي وغيرهم، لكن في هيئة تطوير المنطقة الشرقية ينظر دائما لجميع المحافظات بشكل عادل وتعطى كل منطقة ما يتناسب مع مزاياها واحتياجاتها، لكن موقع في الهفوف التاريخية تحديدا يمثل 50 إلى 52% تقريبا من النسيج العمراني التراثي المتماسك على مستوى المنطقة الشرقية، فحقها علينا حقيقة أنه نبدأ العمل فيها، لكن ما راح نوقف عند هنا، عندنا دعم كبير من رئيس مجلس الهيئة سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وسمو النائب الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهم الله، وبجهود الإدارة التنفيذية للهيئة رئيس الهيئة مهندس فهد شخصيا متابع. هذه مجرد انطلاقة وهذه مبادرة كبيرة جدا بالشراكة مع الزملاء والزميلات بالأمانات وهيئة التراث والمحافظات وكذلك بالشراكة المجتمع والقطاع الخاص. وحاليا العمل منطلق بشكل استراتيجي مع أمانة الأحساء، الحمد لله الأمين مهندس عصام الملا شخصيا جدا مهتم ونسعى معهم لتطبيق نموذج في الأحساء في الكوت والنعاسل
وننتقل بنفس النموذج باذن جميل. الله ونطور منها اليات العمل في بقيه المناطق مثل ساروت وقرية الجنوبيه. بالمناسبه سيكون معنا في الدقائق القادمه امين الاحساء. أنا اشكرك المهندسه ساره المطلق مديره قسم التصميم العمراني في هيئه تطوير المنطقه الشرقيه، شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا عبر الهاتف بضيفي أمين محافظة الأحساء وعضو مجلس هيئة تطوير الأحساء المهندس عصام الملا. أهلا بك مهندس عصام، مساء الخير. بداية كلمنا عن يعني خلينا نتحدث عن أهم الأحياء التاريخية التي ستبدأون بالعمل عليها في محافظة الأحساء. حياكم الله أخوي أحمد ومساكم الله بالخير. في البداية طبعا أرحب بكم بالسادة المشاهدين وأشكر الأخبارية لتميزها تواصلها الدائم لإبراز مستهدفات القيادة ورؤية المملكة من خلال مبادرات الجهات الحكومية المعنية بتطوير المناطق، ومن خلال نظام واختصاصات هيئة تطوير المنطقة الشرقية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان. أطلقت هيئة تطوير المنطقة بالشراكة والتكامل مع أمانة الأحساء وهيئة تراث مبادرة وخطة عمل للحفاظ على الأحياء التاريخية بالمنطقة الشرقية. بدء حاليا الحقيقة بوسط الهفوف التاريخي واللي يتضمن عدد من الأحياء التاريخية. طبعا هناك رصد وتحديد للمواقع ذات القيمة التاريخية بالأحساء تتضمن عدد من الأحياء، وتم رصد أكثر من 15 موقع تراثي وتاريخي، ومن ضمن هذه المناطق التي تم رصدها في منطقة وسط الهفوف التاريخي حي الكوت وحي النعافل والرفعة الشمالية والجنوبية، وكذلك عدد من الأحياء في عدد من المدن التابعة لمحافظة الأحساء. جميل. مدينة الأحساء كما تحدثت وضيفتي قبل قليل تزخر بالعديد من المواقع التاريخية. تطوير الأحياء كيف يسهم في رفع السياحة في هذه المناطق وجعلها أيضا وجهة سياحية ليس فقط محليا إنما عالميا؟ طبعا ما في شك أخوي أحمد أن الأحساء حاليا مقصد ووجهة سياحية لاحتوائها على عدد كبير من المقومات السياحية والتاريخية والتراثية وعوامل جذب أخرى، بالإضافة طبعا لتسجيل الأحساء كأكبر واحد نخيل زراعية في العالم ضمن منظمة اليونسكو، كذلك تسجيلها كموقع تراث عالمي وضمن شبكة المدن العالمية المبدعة. إلا أن الإرث التاريخي والثقافي والعمراني اللي تزخر فيه الأحساء والاهتمام به وتطويره يعد من أهم عوامل الدعم السياحي ورفع مستوى المنطقة بشكل عام على أجندة السياحة بالمملكة. يعتبر طبعا تطوير الأحياء التاريخية جزء أصيل في تطوير منظومة السياحة في جميع مناطق المملكة. جميل. مهندس، فيما يتعلق بالمدة الزمنية المتوقعة حتى تفتح هذه الأحياء للزوار؟ طبعا ما في شك في خطة عمل ومنهجية كاملة طبعا بقيادة هيئة تطوير المنطقة الشرقية وأمانة الأحساء وكذلك هيئة التراث الوطني. سيكون خطة عمل متكاملة، طبعا تحديد الوقت يعني سيكون إن شاء الله بناء على منهجية العمل، لأن احنا نتكلم الآن عن تحديات يعني حالية للحفاظ على الأحياء التاريخية. نعرف أن هذه المنطقة فيها مناطق شبه مهجورة ومهملة وتشوه بصري. الهدف الحقيقة أنه المسارعة الآن في وضع الضوابط الدعم لحماية المناطق هذه وصيانتها وترميمها، وإن شاء الله بيعلن عن الخطة الزمنية للحفاظ عليها بإذن الله.